حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاك. أنا كرار حباب، فاصل قصير وبعدها أبرز الفقرات والمواضيع. خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ومنصة الفيسبوك وما لدينا في هذه المنصة من أخبار ومواضيع وأحداث مهمة قد تكون متداولة بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الحدث والخبر الأول لدينا هو من وزارة الداخلية، من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تقول المؤتمر الصحفي المشترك للسيد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ومدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان الدكتور هيمن ميراني للإعلان عن عملية أمنية مهمة مشتركة بين الوزارتين. شنو نوع هاي العملية المشتركة المهمة بين الوزارتين؟ شنو التفاصيل؟ راح نشوفها بالفيديو الجاي. فريق العمل يعني في يوم 23/5 بالضبط عام 2024 تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في عجلة هذا المتهم. حللناها، طلعت هذه المواد هي الخلطة والعجينة اللي تستخدم لعملية الحريق وإلقائها في المول أو المكان، وبالتالي يصعب مباشرة كشف الموضوع لأن هذا يحتاج إلى وقت. كانت العملية مدروسة. أيضا ضبطنا أشياء أخرى. الجهة المنفذة والراعية لهذا الموضوع هي منظمة البيكاكي، وهي منظمة محظورة وعندكم معلومات كاملة عن هذا الموضوع. غايتهم من هذا الموضوع ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول اللي هم مناوئين إلها بشكل مباشر، وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظات كركوك، أربيل، دهوك، وأيضا استهداف محافظة بغداد وغير محافظات في حال صار أكو تنفيذ عليهم أو عمليات. طبعا الأسلوب الإجرامي كانوا يتبعون طريقة، الطريقة يستطلعون المكان اللي يختارونه هم ويحددون مواطن الضعف والمداخل والمخارج، وبعدها يقومون بإلقاء هذه المادة، وبالتالي يحصل الحريق تقدر ب 300 مليون دولار تقريبا الخسائر اللي سببوها. لذلك الاستخبارات العراقية والأخوة في الإقليم بذلوا جهد استثنائي في الوصول إلى هذه الشبكة وإلقاء القبض عليها وتفكيكها. بالتالي أمن المواطن العراقي أينما كان هو خط أحمر لا يمكن المساس به. هذا أهم ما تم طرحه في هذا المؤتمر الصحفي، هو المشكلة. سابقاً ما كان أكو تعاون ما بين الحكومتين، ولكن الآن أصبح أكو تعاون وإلقاء قبض على عدد كبير من المطلوبين، ونتمنى هذا الشيء مستمر دائماً. هذا كان موضوعنا الأول في منصة فيسبوك. موضوعنا الثاني في هذه المنصة هو موضوع دائم الحدوث ودائما ما يتكرر، وخصوصا في بغداد وباقي المحافظات، والسبب السرعة الزائدة، متانة السيارات نوعا ما. لذلك وزارة التخطيط قامت بعمل إحصائية، وهذه الإحصائية كانت بشكل غريب جدا. لاحظ طبعا 79% منها سببها السائق. اوكي، وزارة التخطيط تقول ارتفاع حوادث المرور خلال عام 2023 بنسبة 0.3% تسببت بوفاة اكثر من 3000 ضحية. 3000 ضحية بس بسنة 2023، يعني هذه الإحصائية كانت مال سنة 2023، السنة العام اللي مضى. 3000 ضحية فقط بسبب حوادث السير، و 79% منها يعني بنسبة كبيرة 80% خلينا نقول هي بسبب السائق. يعني احنا سابقا نقول ممكن الشارع بيطسه مثلا ما بي إشارة مرورية، ولكن الآن
ممكن الشوارع نشوفها حاليا تم العمل بها بشكل افضل، ممكن اكو طرق جديده، ولكن بسبب السائق. لذلك يا مواطنين الكرام، السرعه الزائده ما مطلوبه، يعني ما مطلوبه. انت بالنهايه وين تريد تروح؟ يعني وين تريد تروح؟ يعني وين؟ وين؟ يعني ممكن على طريق خارجي تمشي سريع، موضوع طبيعي جدا، طبيعي جدا تمشي على طريق خارجي بسرعه كبيره، ممكن. وايضا لازم انت تكون واعي وتكون مركز وصاحي ونايم زين ومرتاح، بس النهايه انت من 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 تمشي بال 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 بالمناطق الاعتياديه وتمشي بهذه السرعه الفظيعه، لا، هنا يعني سلامتك اهم. لذلك هذه الاحصائيه كانت مهمه جدا، ويجب ان يتم تداولها حتى شويه الناس يعني تخفف السرعه. هذا كان الموضوع يخص وزاره التخطيط. الان لدينا التجاوزات المستمره اللي دائما ما نتحدث بها. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. السلام عليكم. اكو ظاهره كلش مهمه، انت تجي بسيارتك تريد تطبق، طلع لك ابو المحل قال لك والله مو هذا باب رزقي. يعني بشرفك اذا الله سبحانه وتعالى كاتب لك رزق وجاب السياره طبق، راح ينقطع رزقك؟ هاي الكلاوات ايش وقت تبطلوها؟ وينك هيك عقليه؟ لو بنفس الوقت تلقاه شو مخلي له شاخص، لو خرطوم، لو حديده، لو عرضه، وممنوع احد يطبق. هسه لو باب بيتك ما يخالف بيها باب وجواب، بس هذا شارع، انت من جيت فتحت الشارع موجود. ما سووا الشارع عليك حتى سجله باسمك وتمنع الناس تطبق. ما ترهم، ما يصير. يعني انت ماخذ المحل وماخذ واجهه المحل وماخذ الرصيف وفوقها نازل حاجز من الشارع مسافه، بيا قانون هذا؟ هاي الظاهره شو وقت تنتهي؟ لازم تنتهي هاي الظاهره، ما ترهم. الشارع ملك مالته لوحده من الحالات. يلا الرصيف كله ماخذ. يلا تفضل. واقول لكم مسجلين الشارع باسمهم؟ هواي يصرفون ابطال الجماعه، كل شيء هواي يصرفون ابطال. ترى يا ترى حكي المواطن اللي ظهر بالفيديو كلامه صحيح جدا، يعني كلامه جدا مهم بل وصحيح، انه انت اوكي باب محلك، بس يعني شنو معناها انت مخلي يعني قواطع ما حد يطبق؟ يعني شنو معناها؟ بنفس الوقت شنو معنى انه انت عندك محل او عندك كوفي او عندك مطعم وانت متجاوز على الرصيف؟ زين؟ واذا مثلا جيت طبقت بشارع مثلا، فاجاك واحد يطلع لك من ورا السياره، انت ما تدري بيه قبل، يسوي روحه ارجع، تش عليك يعني؟ تنزل له تقول له تش عليك؟ يقول لك ها لا مو هذا جراج. تقول له هذا الرصيف جراج؟ يقول لك لا بس احنا يعني شو اسمه احنا على مود الامان والهذا. يعني ما اعرف، بس اقول له بلغ عليك كلام من الوطن يشرد. مباشرة، بس اقول له ابلغ عليك كلام من الوطن يشرد. زين؟ بس انت روح، عوف سيارتك وروح. راح تجي لو تلقى التاير نازل، زين، لو مشخطي لك السيارة، لو مخربي لك السيارة، النهاية شنو؟ النهاية شنو؟ لازم انت تدفع فلوس وتنطيهم. ليش؟ لان والله الاساتذة لازم انت يعني اتاوات تقول. زين، هو هذا شارع منطقة، من اللي سمح لك تسوي بيه جراج؟ ما حد سمح لك، انت من نفسك سمحت لنفسك انه تسوي جراج و يعني تاخذ اجور من المواطنين. شنو يعني شنو النهايه شنو؟ لذلك ما تحدث به هذا الشخص بالفيديو اللي ظهر امامكم هو صحيح 100%، ولازم امانه بغداد وكل الجهات انه تسوي رقابه اكثر على هذا الموضوع. بما انه اليوم حاليا احنا وزاره الداخليه وكل الجهات جاي تقضي على التسول وجاي تقضي على الكثير من الامور والتجاوزات، لازم احنا اليوم نقضي على هاي الحاله المهمه جدا، لانه هو تجاوز وابتزاز علني للمواطنين. فاتمنى هذا الموضوع يوصل للجهات المعنيه. هذا كان موضوع يخص التجاوزات. الان لدينا موضوع جدا مهم. الدولمة العراقية، الدولمة هي أحد الأكلات العراقية الشهيرة، بس ما كنا نتصور في يوم من الأيام أنه هاي الدولمة راح تسبب مشاكل لدى البعض. لا،
والأكثر من هذا أنه الناس انتقدت هذا الشيء، وبعدين من 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 شالوا الناس اللي يبيعون الدولمة في هذا المكان رجعت أيضا انتقدت. زين هسه أنت شو تريد؟ ممكن تفهمني أنت شو تريد؟ أنت وياهم عليهم، أنت ضد معه. الموضوع باختصار، في شارع المتنبي أكو سيدات عراقيات يعني عندهن مكان، يعني أصحاب يعني عندهن بسطيات يبيعن بها أكلة عراقية اللي هي الدولمة. الناس اعترضت، هذا شارع الثقافة وشارع الكتب وشارع تاريخي، كيف تباع به الدولمة؟ زين تعال يعني شنو يعني، ترى هو أكل، يعني أنت معترض على شنو؟ هو أكل بكل شارع بكل دولة بكل مكان، الأكل ينباع سواء بمكان حضاري تاريخي جديد مودرن شو تسميه سميه، موجود ينباع الأكل بشكل طبيعي. لذلك لا دولمة بعد الآن في شارع المتنبي. مواطن يقول الانتقادات قطعت رزق نحو 6 فتيات، منعت الجهات المعنية نحو 6 فتيات من بيع أكلة الدولمة في شارع المتنبي، وذلك بعد انتقادات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص وصفوا وجودهن بأنه يشوه صورة الشارع الثقافي. ما شاء الله أصبحن يشوهن صورة الشارع الثقافي، حتى أطلق البعض عليه اسم شارع الدولمة كما موضح أمامكم في البوست اللي انتشر بشكل كبير جدا في صفحة يلا عبر الفيسبوك، وكان هذا الموضوع بعدد كبير من التفاعلات والتعليقات من قبل المواطنين. لنرى بعض من هذه التعليقات. يقول ماكو شيء اسمه تشويه، إذا صار نظامي سووا لهم كشك مرتب ونظامي وأخذوا منهم إيجار بسيط وخلي عددهم محدود ومعقول ويشتغلون، شنو المشكلة؟ وإذا شارع كتب وثقافة، وأنا أيضا رأيي يعني وإذا شارع كتب وثقافة يعني هو أكل، هو بالنهاية سواء دولمة أو برياني أو قوزي، يعني هسه أنا جعت ما متغدي، هو كله أكل يعني، هو كله أكل، لذلك شنو المشكلة؟ التعليق اللي بعده مصطفى يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، خلي الناس تسترزق، حتى الفقير لاحقي على رزقه. الله أكبر، هن لو عدهن ومتمكنات صدقتوا ما يتبع عن نفسهن ويطلع عن صدقوا ما يتبع عن نفسهن ويطلع عن يبيع عن دولمة، ما شاء الله ما يتعب نفسهن. التعليق اللي بعده أيضا من عذراء تقول أحسن خطوة لأن صارت بلا ملح، كلها فتحت جذور الدولمة وحلاوة جبن. أنا أول مرة أسمع بشي اسمه حلاوة جبن، أوكي زين شنو يعني شنو المشكلة بالجدورة؟ أنت عندك مشكلة بالجدورة يعني؟ عندك يعني مشكلة مثلا بنوع الجدر تيفال لو مدري شنو لو فافون لو شنو مشكلتك؟ يعني ستيل يعني مثلا نجيب لك؟ يعني ما أعرف، يعني ما شاء الله الأنواع مال الجدورة كلها حافظهن المخرج، مشتغل قبل بالمطاعم بالديكورة ما أعرف مشتغل بالمطابخ. فيا عذراء بالنهاية هو عمل، هو عمل. يعني التعليق اللي بعده من علي يقول يقدرون بكل بساطة يخصصون مكان لأصحاب المشاريع الصغيرة وينظموهم بأكشاك مرتبة وبالترتيب كل من ومشروعه. عاشت إيدك، تعليق مهم. أيضا أحمد يقول بالمناسبة بعمري ما فتت من يم شارع المتنبي بالليل وشفت واحد مشتري كتب، اللي يشترون الكتب يجون الصبح، بالليل أكل وأغاني وشباب يدورون بنات وجلسات تصوير ومقاطع تيك توك. أوكي يعني عادي، النهاية شنو شيردون يسوون خلي يسوون، طبيعي الموضوع، يجي ياخذ صور يشتري كتاب يتونس يجي، عادي طبيعي جدا. لذلك نتمنى من الجهات المعنية حول هذا الموضوع مراجعة القرار ويخلون الناس تسترزق سواء بدولمة أو قوزي أو أيا كان
من هذه الأكلات، وخلي هذه النساء يبيعن ويسترزقن بالحلال أحسن ما تصير غير شغلات وهم يروحن يتجاوزن على مثلا رصيف أو على بناية أو على شيء معين. هذا كان موضوع الدولمة في شارع المتنبي، من شارع المتنبي إلى السليمانية أقصى شمال العراق. لدينا في هذه المحافظة فيديو مهم جدا، خلينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع نتواصل وياكم. ما أعرف هل هو انفجار أو انقلاب سيارة مثل ما تشاهدون، هو الأصح هو انفجار سيارة في السليمانية، وأتمنى أنه تكون ماكو خسائر بشرية كثيرة بهذا الموضوع، وأتمنى أيضا من الجهات الحكومية في إقليم كردستان الرقابة أكثر عن الأمور الأمنية. بالنهاية السليمانية أكو هواية يروحون عراقيين يعني كسواح بفصل الصيف، أكو هواية يعني خلينا نقول من المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، لذلك ما نفضل أن نشاهد هذه الأمور، ونتمنى أنه السلامة لكل الناس اللي كانت قريبة على الحادث، والله يرحم الناس اللي توفوا بهذا الحادث. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام منصة الفيسبوك، فاصل قصير، ومنصة الانستغرام خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في منصة الانستغرام، وما لدينا في هذه المنصة. ختمنا الفيسبوك في السليمانية، ونبدأ الانستغرام أيضا من السليمانية، ولكن الآن بأغرب خبر ممكن تسمعه أو تشاهده في العراق، ممكن تشاهد هكذا أخبار في الدول اللي ما عندها شيء، ماكو هاي اللي كلش فدنوب ما عندهم شيء، بحيث من قد الفراغ اللي هم عايشين به يطلعون أشياء من قلبهم، يعني من قد ما عندهم فراغ يطلعون أشياء من قلبهم. في السليمانية القطط سووا لهم مسابقة، القطة سوسو تفوز بلقب ملكة جمال قطط العراق ضمن مسابقة أقيمت في السليمانية، شارك بها أكثر من 200 قطة، قطوة قطة، ما شاء الله. شنو هذا الفراغ اللي انتو بيه؟ خلصت ماكو بعد، ماكوش أمور، ماكو مسابقات، ماكو، خلصت الأحداث الفعاليات، وصلنا مرحلة نسوي مسابقة لأجمل قطة؟ هسه هوان مسابقة ملكة جمال العراق ما مقتنع بيها، نوب اقتنع بمسابقة ملكة جمال القطط؟ شنو؟ يعني والله العظيم موضوع غريب، يعني واصلين هيك مرحلة من الفراغ بحيث مسوين مسابقة لأجمل قطة؟ بشرفكم اللي اخترح هاي المسابقة منو؟ يعني ما أدري. زين بس سؤال، هسه هذا القط هذا حلو؟ يعني شكله حلو؟ شو هو مدلغم؟ معبس وضايج؟ شنو الحلو بالموضوع؟ ما اعرف. لذلك كانت اكو تعليقات كثيره ومتباينه حول هذا الموضوع، البعض منها معصبه حملتوها مسؤوليه فوق مسؤوليه التونه. هسه اشتر دين؟ ما اعرف، خلي نشوف التعليق اللي بعده. تقول سوسو دا تحس باكتئاب مثلنا من وراء الحرب. ما شاء الله، يعني جاي وين منظمات هاي المعنيه بحقوق الحيوان اجلكم الله؟ يعني شو متفاعلين هواي، ترى قبلها انفجار كان بسليمانيه وناس ماتت، شو يعني ما شفت التفاعل، بينما مسابقه لاجمل قطه، يعني ما ادري، اخبار عجيبه غريبه. نو بسليمانيه هيك وهيك، يعني من النقيض الى النقيض شوي، يعني
الفراغ اللي واصلين به شنو يعني ما اعرف. التعليق اللي بعده يقول والقطط البقية يدرون بهالمسابقة؟ سايعود يعني تحشيشة يعني هسه هاي تحشيشة يعني مثلا المفروض هسه انا اضحك فهمني المفروض هسه انا اضحك يعني اذا تحشيشة قل لي حتى امهدلها واضحك. خلينا نشوف التعليق اللي بعده من نور تقول والله يا ربي والله يا ربي كان صرفتوا هاي الفلوس على شيء بيفائده اكثر للناس كان صرفوا الفلوس يعني مثلا سووا لهم فد مصيف جديد حتى يدخل لهم عمله صعبه مو صحيح؟ احسن من مسابقه ملكه جمال القطط وانا ملكه جمال العراق ما مقتنع بيها اقتنع بمال القطط. ايضا لدينا تعليق اخير يقول بزونتي ما شاركت بالتصويت وين الحريه والديمقراطيه روح ناشد الامم المتحده روح ناشد اليونايتد نيشنز روح شو تسوي سوي قول انه البزونه مالتي ما فازت قول 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 البزونه مالتي ما فازت بمسابقه اجمل قطه اللي اقيمت في السليمانيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الوعد والكاتب والله على قولة أهلنا قبل يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. الآن لدينا حالة هذه الحالة نفتخر بها كثيرا نفتخر بهكذا فتيات نفتخر بهكذا أبناء بارين بأهلهم نفتخر بالتربية الصالحة حتى إن كان العمل ليس هو عمل للنساء ولكن روح المبادرة روح المساندة لوالدها أدى بهذه الفتاة يعني بمساعدة والدها. المؤنسات الغاليات طالبة تحليلات مرضية تقوم بمساعدة والدها بتغيير كيلة الشفل. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتواصل وياكم. مثل ما شاهدتوا بالفيديو فتاة عراقية تساعد والدها بالعمل على هذه الآلة الإنشائية اللي هي تسمى الكرين أعتقد يعني الكرين اللي هو يتم العمل بالحفر وتفليش وهدم المباني العملاقة والكبيرة. شاهدنا هذه الفتاة وهي تساعد والدها بهذا الشيء اللي كنا نقول ونفتخر بهكذا فتيات وبهكذا أبناء يساعدون أهلهم ويساعدون كل يعني ناسهم بأي عمل يكون موجود. هذا الفيديو كان من أحدى المحافظات العراقية. الخبر اللي جاي خبر غريب وحدث أغرب يعني مرات نسمع أنه إنسان معين انتحر قتل نفسه بسبب الضغوطات النفسية العصبية السترس ضغوطات الحياة ممكن فلوس ما عنده ممكن انفصل عن خطيبته أو زوجته ممكن الكثير والكثير من الأسباب اللي تخلي الشخص ينتحر والانتحار كنا نعرف شنو نهايته. بس مان تسمع بانتحار روبوت هذا ما سامع به قبل أنا يعني روبوت ينتحر ما أعرف انتحار روبوت في كوريا الجنوبية بسبب العمل الشاق ولساعات طويلة وبدون فترة راحة بمعدل 15 ساعة يوميا شنو يعني ناخلين نخل يعني قلنا روبوت
تشغلوه 15 ساعة؟ زين هذا شلون انتحر؟ شلون انتحر؟ شلون انتحر؟ ممكن نعرف؟ الطريقة اللي انتحر بها شنو؟ ما أعرف. زين الروبوتات البقية شنو موضوعهن؟ شنو موضوعهن؟ يعني هم راح ينتحرن؟ ما أعرف. زين ليش هالقد 15 ساعة يعني مشغلينه؟ هذا يعني أغرب خبر ممكن تشوفه، انتحار روبوت. يعني كان من الممكن أسمع انتحار موظف، انتحار طالب، انتحار شرطي، ما أعرف شنو. هاي ممكن نسمعها، هاي الأمور تصير، بس انتحار روبوت في كوريا الجنوبية؟ ما أعرف والله، ما أعرف. غرائب وعجائب كثيرة. هذا كان في كوريا الجنوبية. الآن من العراق، من العراق، وأنا أعود إلى العراق. رشوة واستغلال وظيفي في موسم الحج. السعودية توقف 382 موظفاً بوزارات مختلفة في السعودية. خبر من السعودية عبر قناة عراقية تقول رشوة واستغلال وظيفي في موسم الحج. أدري يعني أنت رايح البيت الله، يعني أنت المفروض تروح يعني مسدد اللي عليك الديون، رايح الناسك مباريهم الذمة، حتى إذا كنت متكلم على أحد يعني رايح أنت باريهم الذمة، زين، وتروح هناك تطرشوة يعني بيت الله يعني تطرشوة، زين زين رب العالمين شو راح يتقبلها؟ ممكن شو راح يتقبلها؟ ترى الموضوع صعب والله العظيم، موضوع جدا صعب. هذا كان خبر الرشوة في موسم الحج في السعودية. نتمنى تصحيح الأمور اللي دائما ما تكون هي أمور يعني خاصة بالحج، خاصة بالدين، خاصة بالكثير من المواضيع المهمة. لذلك يا أخوان لازم إحنا يعني من نروح لهكذا أماكن نتقي الله. هيك أرد أقولها، نتقي الله. رشوة بالحج يعني ترى ما صايرة، ما صايرة أبدا، ما صايرة. لذلك الما صاير أيضا، والأغرب حاليا في منصة الانستغرام هو إحصائية غريبة. البشر، لاحظوا ياي، البشر يستهلك لحوم 3.5 مليون أجلكم الله حمار سنويا. هذا هو الخبر، هذا هو الغريب والعجيب في العالم، هذا هو الغريب والعجيب الذي تشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأخبار والمحطات. 3.5 مليون حمار أجلكم الله سنويا يستهلك البشر كلحوم عند الطعام. يعني هسه أوكي، يعني ممكن أكو ناس تأكل لحم خنزير أجلكم الله، أكو ناس تأكل حشرات، أكو ناس تأكل تمساح، كلاب، أوكي يعني نتفق، بس توصل مرحلة لحوم حمير؟ ما أدري. زين أحد مجربها بالكباب بالتكة؟ وين يعني ممكن واحد مجربها يقول لنا؟ شباب ما تشوفونا واحد مجربها حتى لو من أي دولة، خلي يقول لنا طعمه شنو، يعني طعمه شنو هذا؟ ما شاء الله. ذكرت فيلم مال محمد هنيدي، من أخذ أبوه على مطعم، قال راح أكلك أكلة ما ماكلها بحياتك، بعدين جو الشرطة أخذوا طلع لحم حمير. ما أعرف يعني نتمنى أنه ما يصير هذا الشيء بالعراق. مشاهدين الكرام، انتهت منصة انستغرام. فاصل قصير ومنصة اكس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة اكس، وما لدينا في هذه المنصة من أحداث وأمور تنتشر بشكل كبير جدا وتحصل على عدد كبير من التداول في هذه المنصة، من تغريدات وهاشتاغات تكون منتشرة ويذهب الناس دائما
قول يعني ما يحلو لهم، سواء كان صحيح أو خطأ، سواء كان موضوع يخصه أو ما يخصه، هو لازم يقول رأيه. وأبرز ما لدينا في منصة إكس ثورة العشرين، وهذه الثورة اللي حالياً صعدت ترند في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول مازن الزيدي: من الأدلة على أن ثورة العشرين كانت حركة تحررية شيعية، وأن مشاركة المكونات الأخرى كانت رمزية، هي أنها ما زالت حية في وجدان أبناء الوسط والجنوب، بينما لا يتذكرها ولا يحتفل بها حتى أبناء من يزعم مشاركتهم بها. بعد ذلك نشبت عدة انتفاضات للعشائر الشيعية، كان أشدها عامي 1935، وبعد يا سنة غير تكمل السنة. هذه التغريدة من مازن. أيضا لدينا بعد مازن تقول: أرض الجنوب مهد الثورات وشرارة الانطلاق، بل هي أيضا وقود استمرارها في الأمس. رفضوا وجدوا الاستعمار فورثنا منهم هذا العز والإباء ورفض الخنوع للعدو. هذه أيضا كانت تغريدة. الآن غفران تقول: ثورة العشرين انطلقت من الجنوب بقيادة العشائر الشيعية، والفتوى اللي صدرت بعد انطلاق الثورة من الحوزة العلمية الشيعية. بكل زمان ومكان تشوف الشيعة ومراجعهم هم اللي يتصدرون الموقف، وهم اللي يحررون الوطن سواء من الاحتلال أو داعش. ومن تخلص يجي فلان وعلان على الحاضر، يعني يقول يطوي إنجازاتهم وينسبها إلي. هذه كانت تغريدة غفران. أيضا لدينا تغريدة أخرى من منال تقول: ليش تروح بعيد؟ شوفوا الأحفاد، تعرف الأجداد، ثورة العشرين من الأجداد إلى الأحفاد. هذا هو الهاشتاج اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في منصة إكس، ويعني حصل على عدد كبير من التفاعلات والتعليقات والكلمات. ومثل ما تشاهدون أنه الناس دائما ما تعطي آرائها في الكثير والكثير من الهاشتاغات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا. أيضا وسام عزيز: في الذكرى 104 لثورة العشرين الشيعية الفراتية، أبين أن المقاومة والحشد هي امتداد طولي لتلك الثورة المباركة، وأن أبنائها هم نفسهم أعادوا التاريخ في مجابهة الاستكبار العالمي. هاشتاغ ثورة العشرين. مشاهدين الكرام، هذا ما لدينا في منصة إكس. فاصل قصير وقصة حدث، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في قصة الحدث. وقصة الحدث لدينا هذا اليوم هي مهمة جدا، وعلى الجميع التركيز في هذا الموضوع. هنالك شركات وهمية تحاول يعني الضحك على المواطنين وابتزاز المواطنين من خلال أخذ مبالغ طائلة من عندهم بحجة أنه هم راح يطلعوهم للحج أو العمرة، ولكن هو الموضوع كذب في كذب، ولا راح يطلعوهم ولا راح يجيبوهم. ومجرد ما يدفع الأموال راح يقول له في مال لا، وراح لا يطلع له فيزا ولا يوديه للسعودية ولا يشوفه كل هذه المزارات. لذلك قصة الحدث تتحدث عن العمرة المزيفة اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا. 250 رحلة عمرة شاملة كافة التكاليف مقدمة من سماحة الشيخ سامي المسعودي وغيرها من هذه الأخبار. أما هيئة الحج نفت هذا الموضوع نفيا قاطعا، و
ذكرت نفت الهيئة العليا للحج والعمرة منح مقاعد عمرة مجانية محذرة المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات المشبوهة. وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن هناك صفحات وهمية وغير قانونية تدعي منح الهيئة مقاعد عمرة مجانية للمواطنين، ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التعامل مع هكذا أخبار كاذبة والدخول إلى الروابط التي تنشرها هذه الصفحات والتي قد يكون غرضها اختراق معلومات المواطنين الخاصة. الهيئة العليا للحج والعمرة، هذا كان البيان من قبل هيئة الحج والعمرة. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد. احنا سبق انه يعني المفروض هاي الثقافة عند المواطن. نعم. من يدخل للطبيب مو يقرا اول مره القطعه مال الطبيب وشهادته مو بكل تاكيد زين، مو يسال على الطبيب قبل ما يروح له. انا الكل اكو اطباء خوب انت تسمع عنهم بس هم بالحقيقه يعني كل شيء ما يفتهم هسه حتى اكو اطباء وعيادات وهميه خلينا طيب نقول اذا خلينا نقول اذا نسمع بس اسال سؤال هو زي. اكو شيء اسمه هويه، هاي الهويه تدخلين للشركه تلقين المفروض اكو المواطن يدخل يلقى اكو هوية اجازة ممارسة مهنة مكتوب على الجدار، المفروض شرط من شروط الشركة تعلق هاي في المكتب وعلى مكان واضح للزبون حتى يتأكد منها المواطن. يقرأ اجازة ممارسة مهنة، يقول حتى هاي الاجازة توقع من قبل رئيس الهيئة او من يخوله. فاذا موجودة هاي ومجددة الاجازة إذن شركة صحيحة. حديث مهم عن الشركات الوهمية والإجازات الغير حقيقية والرخصة اللي تأخذها الشركات وتروح تفتح شركات وهم أصلاً لا يمل الشركة ولا عندهم رخصة ولا أي شيء من هذا القبيل. وهذا الحديث كان عبر برنامج حصاد الأيام الذي يبث عبر قناة الأيام الفضائية. الآن لدينا أيضا كلام مهم من عمليات بغداد حول هذا الموضوع. قيادة عمليات بغداد تغلق عدد من شركات السفر والسياحة ومكاتب الدلالية الغير مجازة وتلقي القبض على 6 مخالفين في جانب الكرخ، حيث تم إغلاق 6 شركات للسفر ومكاتب الدلالية واعتقال 6 أشخاص مخالفين لضوابط وشروط هيئة السياحة. شكرا جزيلا لأنه تم إلقاء القبض على هؤلاء. مثل ما شفتوا هذه هي قصة الحدث. نتمنى من المواطنين توخي الدقة والحذر. لازم أنتوا تشوفون أنه الناس لازم الفقرة ما حد يضحك عليهم بهكذا أمور. يعني لازم أنتوا يعني تراعون هذا الموضوع، لازم ضروري تراعون هذا الموضوع. يعني ناس تريد تروح للحج أنت تضحك عليهم وتأخذ من عندهم فلوس وما راح تسفرهم. هذه شركات يعني وهمية غير مرخصة. لذلك أتمنى من مثل ما شفنا هسه عمليات بغداد ألقت القبض وغلقت كل هذه الشركات الوهمية والغير مرخصة، أيضا هنا يجي دور المواطن. المواطن لازم حاليا يعني ينتبه أكثر لهذه المواضيع. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة قصة الحدث وأيضا ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاك. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقلكم في مال الله.